أما ومع شديد الأسف عندما نستعرض تاريخ الذين حكموا باسم الإسلام من أمثال بني أمية وبني مروان وبني العباس، نجد العجائب والعجائب في كل مجال، وبالخصوص في مجال الاقتصاد. بيت المال في أيام بني أمية لم يكن للمحتاجين، إنما هو كان لمعاوية ويزيد وحواشيهما وأطرافهما، كانوا يبنون من بيت المال الألوف والألوف من القصور، ويعملون البذخ والإسراف والتبذير في أموال الأمة. وهكذا قبل حكومة أمير المؤمنين بعد رسول الله، ليقرأ الشباب المؤمن، الشباب الصاعد بالخصوص، ليقرأوا التواريخ ويقرأوا ما كان من الاقتصاد في زمن رسول الله وزمن أمير المؤمنين، وما كان في زمن غيرهما. كذلك في أيام مروان وبني مروان، وكذلك في أيام بني العباس، وهكذا في غير ذلك من الحكومات التي حكمت باسم الإسلام مع شديد الأسف.